قبل ما نفهموا شنو هو التوتر واسباب التوتر والتوتر شنو كيدير في الجسم ديال المراه وفي النفسيه ديال المراه، غنتكلموا اليوم اكيد على المغنيسيوم ياك. اكيد. انه اي طبيب من الطب العام للاطباء المختصين اول حاجه كينصحوا بها الناس في حاله التوتر والعصبيه والارهاق هو تاكل المغنيسيوم. اكيد. المغنيسيوم علاش كنستعملوا المغنيسيوم؟ لان كما كنعرفوا ان المغنيسيوم من المعادن المهمه للدهس ديالنا. شنو هو الدور ديالو؟ الدور ديالو هو الانسان منين الضغط ديال القلب ديالو كترتفع ولا الضغط كيرتفع، هذاك المغنيسيوم كيمشي لينا لدوك العضلات ديال القلب وكيحافظ لينا عليهم، باش واخا كيتوتر واخا كيطلع الدم او مثلا الضغط او الضغط ديال القلب، هذاك الغشاء ديال القلب ديالنا كيبقى فيه واحد الوقايه، وهذا الشيء علاش كنصحوا بالمغنيسيوم. كذلك ان المغنيسيوم كيفرز لينا بعض المواد على المستوى ديال الدماغ ديالنا. شنو كدير لنا هذه المواد؟ كتحاول انها تريحنا، وتو باش كان مع ملي كناخذوا المغنيسيوم كيحس الانسان بواحد الارتخاء، كيحس بواحد الراحه. وكذلك هذه المواد الدور ديالها هو كترجع الانسان للحاله الطبيعيه ديالو، يعني حاله الراحه. وكما ذكرتي اختي سناء ان الانسان كيبقى حتى هو تابع للطبيعه، ومهما طال الزمان ولا قصر فاحنا كنحاولوا دائما واخا كنبعدوا على الطبيعه في الاخير كنرجعوا لها، لانها هي الام، لان الطبيعه هي الاصل ديال الانسان. فالعلاجات الطبيعيه اللي ولاو دابا كيلجاوا لها، وخاصه ان دابا مؤخرا المنظمه العالميه دارت واحد التوصيات اللي غادي تكون ما بين 2014 حتى 2024 تقريبا، واحد 85% ديال سكان العالم غادي تولي كتعالج بالاعشاب، وغادي تولي العلاج بالاعشاب موحد في العالم كامل. اذا باش نفهموا شنو هو التوتر العصبي، باش نفهموا شنو هو الستريس، شحال من الاخوات وشحال من الاخوان كيستمعوا لينا كيقول لك ستريس وغير كيقول ستريس وما عرفوش شنو هو ستريس. اولا من كيجي كيجي من العينين. شنو هي العينين؟ انني انا مثلا كنكون جالس وكنشوف واحد الحاجه ما كتعجبنيش، ولا واحد الحاجه ما كتدخل ليش لدماغي، او واحد الحاجه اللي كتعصبني. اذا مباشره ملي كنشوف هذيك الحاجه كنعيشها كتمشي ليا واحد الرساله للدماغ ديالي. هذاك الدماغ اش كيدير؟ كيهبط ليا لجهه الكلاوي في واحد الغده اللي كتكون فوق الكلاوي ديالنا، وكتفرز لينا ماده الادرينالين. هذه ماده الادرينالين اش كدير لينا؟ كتعطينا ارتفاع ديال الدقات ديال القلب، ان القلب كيولي كيضرب بزاف. هاد الماده هذه كتمشي لينا للريه وكتعطينا واحد الاتساع في الريه، وذلك الحاله التنفسيه، ان التنفس كيولي كنحسوا بان الانسان كينهج، هذا كيحاول يطلع من النسبه ديال الاكسجين اللي كتكون على المستوى ديال الريه ديالو. وثالثا كتمشي لينا العضلات، هاد الماده هذه كتمشي للعضلات. ملي كتمشي لنا العضلات كتعطينا ديك الرعشه، العضلات بحال كيتزيروا وكيعاودوا يتطلقوا، وكتعطينا هاد الرعشه او هاد التعريف ديال العضلات. الحاله كنتكلموا عليها كثير من مشاكل الجهاز الهضمي، ما يسمى بومزوي. نعم. يعني الناس كيحسوا بحال المصارين ديالهم متعقدوا، هكذا كنعبروا عليها بالدارجه ديالنا. نعم. باش نكونوا كنستعملوا اللغه عاميه بسيطه. وفعلا يعني شحال ديال الناس وشحال ديال السيدات ملي كيمشيو كيعملوا لا غاديو ديال المعده ولا ديال المصارن، كاينين اللي الاطباء الاختصاصيين اش كيقولوا لهم؟ اش كيشخصوا عندهم؟ تيقولوا لهم المصارن كيوليو فيهم بحال بويقات ياك. نعم. يعني بحال خنيشات اللي كيتنفخوا وكيكونوا عامرين، كيكونوا بويض في ديك المصيرنات، وهذا الشيء لاس ايضا راجع للتوتر. المراه طبعا احنا ديما كنتكلموا على طبيعه المراه، والله خلق المراه مختلفه على الرجل، كل واحد والتركيبه والهرمونات ديالو. المراه من ايضا الامور اللي مباشره كيبان فيها التاثير ديال التوتر والعصبيه هو البشره، بكل ما كتعرف من مشاكل هو الشعر، الشعر اللي كيبدا يطيح، الشعر اللي كيبهت اللون ديالو، الضفران، يعني الجسم ديال المراه ككل كيولي كيتاثر. نعم. فالجهاز العصبي ككل، الدماغ، فالدماغ هو باش فرقنا الله سبحانه وتعالى، الدماغ هو اللي كيأثر في الذات كامله. ان الانسان ملي كيتعصب احنا قلنا كتفرز ماده الادرينالين، ولكن الا هضرنا على ماده الادرينالين اللي هي احد الهرمونات اللي كتفرز لينا في الدم ديالنا، فراه كيجي موراها واحد السلسله ديال الافرازات اخرى، مثلا ماده الكورتيزول اللي يمكن لها تطلع لنا النسبه ديال السكر في الدم، كذلك مواد اخرى اللي كتفرز لنا في الدم. وشنو كدير؟
هذيك الدوره الدمويه ديالنا ما كتبقاش كتمشي بواحد الطريقه منتظمه. مثلا هضرتي على المصارن، ملي كتهضر على الكورتيزول كاينين مثلا الناس اللي عندهم امراض الدقه والحساسيه اللي كيتاثروا بشكل مباشر. نعم، لانه لي برونش ديالهم او الصدر ديال البنادم كيحس به كيتزير عليه، كتجي هذيك النهجه وكيولي عنده ضيق التنفس. بالفعل، علاش انا نقول لكم علاش؟ بحال كنجي كنكون مثلا غادي في واحد الزنقه وكيخرج لي على غفله واحد الكلب مسعور، اذا شنو كندير؟ كنتزير، كنتخلع، خصني نجري. شنو تما كيخدم؟ راه هذيك الادرينالين اللي هضرنا عليها كتطلع بواحد النسبه طالعه، والانسان ملي كيوقف مثلا ملي كينجا من هذاك المشكل هذا كيحس براسو القلب ديالو بحال غادي يخرج ليه، كيقول لك انا قلبي غادي يخرج ليا. فهاد المساله هذه هي اللي كتعطي هذا المشكل هذا. وحنا لالا طبعا كناخذوا الوقت باش نشرحوا ونبسطوا شنو كيطرى في الجسم، نفهموا اكثر، نتعرفوا على الجسم البشري باش تعرفي شنو كيطرى عندك ملي كتعصبي او كتوتري، وخاصه ملي كتولي هاد العمليه شي حاجه اللي كتعاود كل نهار وحقو ديال العصبيه. دكتور عماد، العصبية تكلمنا على تأثيرها على الجهاز الهضمي والمصارن بالضبط. نعم، فعلاش حيت بزاف ديال الناس ملي كيمشيو عند الطبيب كيقول لهم راه عندكم العصب في المصارن ولا العصب في المعدة، وكيستغربوا لهذ المسألة هذه، كيقول لك اش جاب العصب للمعدة والمصارن. أنا غنلخصها لكم في جوج كلمات، أن الجهاز الهضمي كيتعتبر أطول عضلة عندنا في الجسم ديالنا. إذا نعرف هذه المعلومة هذه نسجلوها عندنا، الجهاز الهضمي كيتعتبر أطول عضلة في الجسم ديالنا. إذا ملي كنقولوا الإنسان ملي كيتوتر وكيتعصب كتفرز المادة الأدرينالين اللي هضرنا عليها وكتأثر على العضلات، فالجهاز الهضمي راه قلنا أطول عضلة في الجسم ديالنا، فهي أول وحدة كتأثر من هذا المشكل هذا. إذا باش نحاولوا نتغلبوا على هذا المشكل غادي نتكلموا على المغنيسيوم. نعم، إذا المواد اللي يمكن نلقاو فيها المغنيسيوم، احسن ماده كنلقاوها في المغنيسيوم اللي هي الموز، البنان فهو غني بالمغنيسيوم، وكذلك اللي هضرت عليه بزاف ديال المرات فيه البروتين اللي هو التريبتوفان. هذا البروتين اللي كيدخل لنا الدماغ ديالنا وكيتحول لواحد الماده كتسمى السيروتونين. هذه ماده السيروتونين هي الماده المسؤوله باللي كترفع لنا من كتعطينا او ما اسميها بماده السعاده، ان هاد السيروتونين ملي كتدخل الدماغ كنحسوا بالراحه، كنحسوا بالسعاده ومضاده للاكتئاب. اذا كل اخت كتسمع لينا يمكن لها كل صباح بعد الفطور بواحد نص ساعه او قبل الفطور بنص ساعه. يلا لقيتيني غنسولك شنو هي احسن وقيته باش السيدات ياخذوا الموز ياخذوا البنان، لانه باش الجسم والعقل والنفسيه تستافد من هاد المنافع اللي فيها هاد التركيبه ديال الموز. نعم، ف قلنا نص ساعه قبل الفطور ولا نص ساعه بعد الفطور يعني على الريق، وبنانه متوسطه، ومن الاحسن البنان المغربي اللي كيكون متوسط البلدي ديالنا ديال الجنوب. ناخذ وحيده كافيه باش تعطينا الكميه ديال المغنيسيوم اللي خاصنا. كذلك كنتكلموا ايضا على انه في البنان راه وجبه متكامله. نعم، كاين المغنيسيوم وكاين البوتاسيوم، حتى البوتاسيوم حتى هو من المواد اللي كتساعد دقات القلب، والمواد كذلك المضاده للاكتئاب. اذا من الاحسن تناول الموز في الصباح ماشي حتى العشيه او نهايه اليوم. بالفعل، لان يعني الصباح باش كنحاولوا نستافدوا، والدات ديالنا كتاخذ هذاك الكميه ديال المغنيسيوم اللي خاصنا، خاصه الحمد لله دابا حتى الاسواق المغربيه ولات غنيه بالمواد اللي كتجينا من مناطق استوائيه، اللي هو الكاكي، ديك الفاكهه اللي كتشبه المطيشه، فهذيك راه هي موجوده دابا ورخيصه في الاسواق. هذيك الا خدينا جوج اشنو كتعطينا؟ كتعطينا الكميه الكافيه ديال المغنيسيوم، وكذلك كتعطينا السعلات الحراريه الكافيه للجسم ديالنا. ان الانسان الا خدا جوج من هذوك الكاكيات واخا ما ياخذش الوجبه ديال الفطور ديالو الصباح، فهي كافيه باش تعطيه القوه وباش تعطيه باش ترفع عليه المناعه. اكيد. الدكتور عماد، بحكم انك دكتور في الصيدله، مختلف الاختصاصيين كينصحوا باستعمال المغنيسيوم حتى لنهايه اليوم. نعم، ماشي في الصباح لانه كيخاف يعطي واحد الاسترخاء، على خلاف هنا الفواكه اللي تكلمنا عليها انت كتنصحنا انها تخاد في الصباح. واش كاينه اليوم في الطبيعه ماده اللي كتعوض هذيك التركيبه والتركيزه اللي كتكون في المغنيسيوم، الحبات الفائره اللي كتخاد من الصيدليه؟ فهو الحبات الفائره كتعطى كما كيقولوا الاطباء وكما كيقولوا الباحثين، العلاج حيث ملي كيجي واحد الانسان في واحد الحاله ديال الاكتئاب ولا من الحاله ديال التوتر العصبي كبيره، خصنا في الاول نعطيوه ذاك العلاج بواحد الكميه كبيره كونسونتري فوالا.
كتسمى يعني كتكون اون كور حميه ماشي حتى حميه لان خصنا واحد كنكثروا ليه من الكميه ديال المغنيزيوم باش كنحاولوا نرجعوا للحاله الطبيعيه. الناس اللي كيلجؤوا لهذا لي كور ديال المغنيزيوم شحال من مره في السنه المفروض الانسان ياخذها وشنا هو الحد اللي ما خصش يتجاوز؟ فلي كور العلاج بالمغنيزيوم كيتخذ في الفترات اللي كتهبط فيهم المناعه، اذا الفترات بين الفصول، اذا بين الخريف والشتاء بين الشتاء والصيف غالبا شهر 9 شهر 9 عاوتاني في البدايه ديال شهر 3 وعاوتاني في الاخر ديال شهر 4 الاول ديال شهر 5 نعم. كناخذوا هاد العلاجات منها ديال المغنيزيوم ومنها ديال الفيتامينات. والمغنيزيوم دائما تفوتوا القيمه ديال 300 ميلي غرام من ناخذ هذوك الحبات اللي كناخذهم من الصيدليه او حبات اللي كيمكن ناخذهم في اماكن اخرى لان المغنيزيوم من المكملات الغذائيه ونقدروا نلقاهم في الباراميديكال او في اماكن اخرى اللي كيبيعوا هذا النوع من المكملات الغذائيه خصها تكون فيها 300 ميلي غرام للفوق. اقل من 300 ميلي غرام ما غاديش نستافدوا من المغنيزيوم. يعني الخلاصه من الكلام ديالك انه اي انسان كيعمل هاد لي كور ديال المغنيزيوم يعني كيستعمل دوك الحبات الفائره او لي زيفيرفيسون ياخذهم مرتين في السنه ماشي اكثر. مرتين في السنه بالفعل، وحده كتخاد وحده في النهار.